الأهلي يدفع ثمن الإرهاق والغيابات والإصابات ويخسر للمرة الأولى موسم 2018-2019 ويخسر كمان للمرة الأولى تحت قيادة فرنسية لكارتيرون. الأهلي اللي بدأ البطولة بدون أي هزايم ودخل مرمى بعد 5 مباريات هدف واحد، النهاردة بيدخل مرمى 4 أهداف. أسباب متعددة ذكرت منها الإرهاق والغيابات والإصابات. يتقدم الاتحاد السكندري بهدف عكسي عن طريق أيمن أشرف ويتعادل مروان محسن ويتقدم خالد أمر للاتحاد السكندري ويزيد الفارق دي بضربة جزاء صحيحة احتسبها الحكم محمد معروف، هي ضربة جزاء صحيحة 100%، رغم ان في ناس ممكن تقول انها مش ضربة جزاء لكن احنا بنقول اللي شايفينه. يزيد الفارق دي ل 3-1 ويقلل الفارق وليد سليمان 3-2 وعمر الألفي او احمد الألفي يزود الفارق ل 4 أهداف مقابل 2، وبعديها في الدقيقة 91 محمد شريف يقلل الفارق ل 4-3. 4-3 هي نتيجة اللقاء بعد نهايته في مباراة هي الأغرب هذا الموسم بالنسبة للنادي الأهلي ويمكن كمان في كل المباريات. أسباب متعددة، إرهاق، إجهاد، غيابات، إصابات، يعني مجموعة أسباب بالجملة، لكن هي دي كرة القدم. كابتن ماهر، ذكرت أنا أسباب وذكرت شوية حاجات خاصة وقلت إن تبقى واخدة علينا اللي بنشوفه بنقوله، يعني ضرب الجزاء صحيحة ماليش علاقة بقى قبل كده كان كابتن محمد معروف بيحسب ضربات جزاء ولا ما بيحسبش ضربات جزاء لفرق أخرى، لكن أنا في النهاية بتكلم على النهاردة. أولا إحساسي الشخصي من خلال رؤيتي لل 90 دقيقة أو 96 دقيقة اللي احتسبهم كابتن محمد معروف إن مفيش حاجة مؤثرة، حتى ضربة الجزاء اللي على الأهلي قدامنا أهي، يعني أنا شايف إنها ضربة جزاء فيها شد، استمر الشد شوية وبعدين فيها عرقلة من القدم كمان، يعني فيها مخالفتين، فيها رعونة من حمود. الغريب في الموضوع ان اخر مرة الاهلي خسر بربعية كانت برضو قدام الاتحاد السكندري موسم 2014-2015، النهاردة بيتكرر الموضوع مع الاتحاد السكندري. فوجهة نظر حضرتك قبل ما نخش في التفاصيل كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت كابتن سعيد كده كل الظروف النهاردة كانت يمكن مش موجودة مع النادي الاهلي. عايز اقول مبروك لنادي الاتحاد، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين على ال3 نقاط. لكن الاتحاد ما كانش افضل من الاهلي، يعني فنيا لو هنشوف كده 90 دقيقه هنلاقي يعني النهارده يمكن التوفيق كان في حظ او في صالح الاتحاد بشكل كبير جدا. لكن زي ما انت قلت ذكرت في كلامك يا كابتن سيد ان الارهاق والاصابات ويعني عدم ثبات التشكيل، التغييرات اللي حصلت النهارده من بدايه المباراه يمكن بدا الجهاز الفني يصلح من الاخطاء اللي بدات في التشكيل من الاول. يعني معظم الموجودين على الدكه كابتن سيد انا كنت شايف النهارده يحق لهم من بدايه المباراه وان احنا نريح بعض العناصر اللي كانت واضح عليها الاجهاد، ويمكن على راسهم يمكن وليد، وبنحيي وليد طبعا على ادائه، مجهود وافر بصراحه. حتى الظروف لما بتيجي عكسيه اصابه احمد فتحي لكن خلال التشكيله اللي بدا بيها النادي الاهلي انا شايف ان كان اثرت برضك يمكن من ضمن الحاجات اللي اثرت على اداء النادي الاهلي خلال ال 90 دقيقه. الاخطاء الدفاعيه الواضحه من خلال 4 أهداف اللي دخلوا مرمى النادي الاهلي، منها تغطيه الجناب اذا كانت الحاجات العكسيه من ناحيه احمد فتحي او من حاجات صبري صبري الرحيل، واضح قوي ان التغطيه والميلان محتاجه اعاده النظر مره ثانيه ومحتاجه الشغل عليها بشكل جيد. حته التهور في ضربه الجزاء من حمودي باين قوي ان حمودي رايح متهور، الاول بدا يشد وبعدين العرقله مع الشد حسب الحكم ضربه جزاء. يعني تقدر تقول ان النادي الاهلي النهارده خسر مش بجمل تكتيكيه، يمكن اخطاء دفاعيه مع ضربه الجزاء اثرت بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. مظبوط، يعني انت عندك الاجهاد دايما او التعب بيدي لك عدم تركيز، وده كان عندي احساس النهارده دي حاله الاهلي. ولما قلت كابتن محمد معروف ضربه جزاء صحيحه 100%، حتى احتسابك في معظم الماتش هايل جدا الحقيقه. يعني اخد بس عليك نقطتين، النقطه الاولى ان في القانون الجديد يا كابتن ماهر كابتن اسامه عربي، اي حارس مرمى بيضيع وقت لازم ياخد انذار.
ده القانون الجديد على طول بتدي له انذار في الدقيقه 64 لحد الدقيقه 67. الزنفولي قاعد على الارض بيتعالج في الملعب، بيتحط له ثلج، مفيش حد عنده شد، محدش اشترك معاه في اي لعبه. هي دي اللي ياخدها عليك شويه. حتى انت كنت رائع جدا، احتسبت 6 دقايق وده كان عدد ممكن يبقى اقل شويه، ممكن 7 ولا 8 لكن مش مشكله. ولما حصل وقت ضايع في اثناء 6 دقايق كملتها ل 7 وشويه يعني. فالنهارده محمد معروف الحقيقه يعني قدم مباراه كويسه رغم احتسابه لضرب الجزاء على الاهلي والنتيجه 2-1 يعني، لكن في النهايه الحق حق يعني. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا مبروك للنادي الاتحاد وكابتن حلمي والجهاز وجماهيره، وهارد لك للنادي الاهلي. كره القدم فيها ده، ولازم نتوقعه يعني، انه بالذات في ظروف تتالي المباريات في اوقات زمنيه ضيقه جدا، 3 بطولات بتشارك فيهم مع وجود اصابات مؤثره ما فيش شك يعني، يعني فريق كامل قاعد، سواء حسام عاشور سواء السليه سواء معلول ازار واجاييه، طبعا كل دولت مؤثرين. الفرقه النهارده وقعت في اخطاء دفاعيه كلفتنا المباراه، لانه انت لو حسبت الاول مثلا انت لو حسبت الاستحواذ للنادي الاهلي في معظم فترات اللقاء باستثناء فترات قليله قوي كان الاستحواذ في صالح النادي الاهلي، ولكن كل ما النادي الاهلي يستحوذ ويسيطر، وطبعا دي كره مروان ويلسون حطها في نفسه بين مروان ويلسون، ويلسون حطها في نفسه، دي كانت بعد الهدف على طول، كانت ممكن تبقى تعادل يعني. ففي عز ما النادي الاهلي بيهاجم، هجمات الاتحاد كلها كانت مؤثره يعني. النادي الاتحاد لما تحسب تقول انه جاب 4 اهداف في هذه المباراه، وصل ما لمرمى النادي الاهلي مش اكتر من 5 مرات او 4 مرات جاب فيهم الاربع اهداف. فطبعا اخطاء دفاعيه كانت كتيره جدا النهارده، وخاصه في تغطيات الاطراف يعني. لما نعيد الاهداف ونحللها، الاطراف النهارده في 3 اهداف منهم تغطيات سيئه جدا. طبعا في ناس بعيده عن الماتشات، في ناس بقى لها كتير ما بتشاركش، اثرت في اللقاء طبعا، زي صبر رحيل واضح انه لسه مش جاهز، مروان حاول لكن برضو طبعا غيابات فتره مؤثره، كل الكلام ده اثر في اداء النادي الاهلي وفي الاخطاء اللي وقعت واللي وقع فيها خط الظهر تحديدا. اكتر حاجه الجزء الامامي يعني حاولوا، لكن كان ممكن نبقى احسن افضل من كده، وان كان طبعا برضو احنا بناخد على كالترون في بعض الامور البسيطه اللي كان ممكن تحصل، زي إيه؟ زي انه انا وجهه نظري مثلا واحد زي ازارو حتى لو ما ابتداش لازم يقعد احتياطي، والله احتاجناه ما احتاجناهوش، كان لابد انه يكون، خاصه في ظروف اصابه مروان محسن، صلاح محسن لسه عوده مروان يعني، مروان ما بيلعبش بقاله فتره يعني. فطبعا اعتقد انه كان يفضل قاعد احتياطي، كان ممكن يبقى مؤثر لو نزل الشوط الثاني. في التغييرات تاخير كبير جدا في تغييره محمد شريف يعني، واحنا قاعدين نتفرج بنقول الاتحاد بيدافع بس، وخلاص واضح ان الاتحاد ما عندوش حاجه، بيدافع. اتاخر قوي في تغييره شريف نزل في الدقيقه يمكن 83 يعني داخل على 84، ومع ذلك احرز هدف، ويمكن لو كان نزل بدري كان ممكن يعمل حاجه، وعمل حاجه جاب لا يعني كان ممكن يعمل اكتر يعني. فانا شايف ان في اخطاء دفاعيه دي كلفتنا كتير، في تعب وارهاق في بعض اللاعبين، في تاخير في تغييرات، في بعض الناس كانت ممكن تقعد على الدكه تبقى مؤثره زي ازارو، خاصة زي ما قلنا في غياب صلاح محسن ولسه عودة مروان محسن. حتى هو انه قلق انه كان ممكن جدا لو هو واحد زي احمد ياسر ريان مهاجم كويس، بس طبعا شاب ولسه بقاله كتير ما بيلعبش، هو قلق انه ينزله يعني. هو لو هو ازاره موجود كان بسهوله جدا ازاره نزل، لكن مثلا قعدت احمد ياسر هو مقعده، لكن ما جالوش الثقه انه ينزله لما اتزنقنا، هو لاعب محمد شريف بس متاخر جدا. ففي عوامل كتيره اجتمعت
على لهزيمه النادي الاهلي النهارده. يعني كره القدم فيها كده انه فيها كده وحاله، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات الجايه يعني. طيب كابتن اسامه، طبعا يوم سيء النهارده للنادي الاهلي باول خساره ليه في الموسم ومع كارتيرون، لكن النهارده الخساره يعني ليها تفاصيل صغيره عشان توصل للخساره. يعني انا شايف لو كانت التفاصيل دي موجوده كانت المباراه تبقى اسهل بكتير للنادي الاهلي، وكانت هتبقى من اسهل المباريات اللي قابلها النادي الاهلي في الموسم الحالي. هي بدايه من بدايه من حراسه المرمى الشريف اكرامي. احنا اتكلمنا عن الشريف اكرامي وهو ممكن يعني عشان بيجهز علي لطفي، لكن انا قدام حاله واقعيه قدامي. انا النهارده عايز اطلع مباراه الاتحاد السكندري بالثلاثه بونت، ثلاثه بونت تستدعي ان هو الشريف اكرامي يكون موجود من الاول، خاصه ان الشريف اكرامي هو اللي موجود خلال الفتره اللي فاتت، وهو اللي رجليه في الملعب وهو رقم اثنين. فالنهارده انا عندي رقم واحد ممكن عايز اريحه، مش هدور على رقم ثلاثه ورقم اربعه، لازم ادور على رقم اثنين. فهذه اول نقطه. هي ممكن في اهداف ما يسالش عنها علي لطفي، حتى لا حتى في الحسبان، لو في الحسبان الحته بتاعت وقف شريف اكرامي انا بس انا ببص لحاجه قدام ممكن يعني في خلال 3 4 اسابيع، لكن انا دلوقتي عندي حاله عايز اتعامل معاها، وده كنا اللي بنتكلم عليه في كارتيرون ان هو بيتعامل كل مباراه بالتشكيله بتاعتها وبالتدوير بتاعها وكان بينجح فيها. النهارده مش هقدر ابص للثلاث اسابيع قدام، انا عايز ابص للحاله بتاعتي النهارده ان انا عايز اخد الثلاثه بونت من الاتحاد السكندري. وكان في الممكن انك ممكن تاخد، ان انا مش شايف فرقه الاتحاد الفرقه اللي تخوف، كلهم بيلعبوا ورا بيلعبوا على هجمات مرتده. يعني النهارده الاهداف كلها اخطاء من النادي الاهلي في التمركز، في الرقابه، في التغطيه، سواء صبر الرحيل لو كان ضامن في الهدف الثاني كان هيطلعها بسهوله، لكن هو كان متاخر فيها سواء في التغطيه سواء في ضربه الجزاء بتاعت احمد حمودي، فيها تهور شويه. ما ينفعش في منطقه زي دي ان انا احصل شد او عرقله، لازم اكون هادي، دي ممكن تبقى بره ال 18. لكن النهارده كان مشاركه شريف اكرامي يعني مشاركه ضروريه. حتى النهارده بقول لك لو في اهداف ما يسالش عنها على لطفي، لكن خبره شريف خلال فتره فاتت وانا ببدا اثبت رقم اثنين كانت لازم يكون موجود. الحاجه الثانيه محمد شريف. النهارده محمد شريف موجود خلال الفتره اللي فاتت سواء في الدوري في الاسماعيلي او في النجم اللبناني، برضه عندي في الحته اللي قدام تحت المهاجم بدات اجهز واحد ممكن وصل ل 60% من مستواه او 70% من مستواه، ومش جاهز بدنيا بنسبه 100%، لكن هو النهارده الارهاق بالنسبه لاسلام محارب، بالنسبه لوليد سليمان، الناس دي. النهارده محمد شريف النهارده بينزل الشوط الثاني وبيأدي اداء رائع. طب ليه ما ابتديش محمد شريف من الاول ويكون عندي ورقه مع مروان محسن؟ جاب جون حلو قوي محمد شريف، جون يعني حلو قوي بصراحه، هدفه كل ما بينزل كابتن المكان حلو قوي، كل ما بينزل لا وهو كمان مؤثر يا كابتن سيد، سواء بيلعب في بطوله عربيه في دوري، يعني حتى النهارده بينزل في ظروف صعبه. يعني لعيب الكوره لما تنزله في ظروف صعبه وانت خسران بتبان شخصيته. يعني النهارده برضو يعني انا بلوم على مؤمن زكريا علامه استفهام كبيره. النهارده مؤمن زكريا بنسنده وبندعمه وبنحاول نرجع مؤمن زكريا، لازم هو يرجع نفسه. النهارده في ظل الظروف دي لازم اللعيب الكبير والخبرات الكبيره تظهر في المواقف الصعبه دي النهارده. فالنهارده برضو لازم يبقى فيه يعني حتى مؤمن لازم هو يراجع حساباته مع نفسه علشان النادي الاهلي محتاجه. النهارده بنشوف وليد سليمان في ظل ان هو بيلعب كل المباريات، بيلعب 90 دقيقه وبيلعب مصاب وعليه ضغوطات كبيره، لكن النهارده بيحرز وتحس بالمسؤوليه والشخصيه، موت نفسه، تحس ان هو موت نفسه طبعا، يعني مش مقصر. حتى النادي الاهلي بيخسر النهارده كله بيشيد بمؤمن بوليد سليمان. الحاجه اللي كانت بتميز النادي الاهلي خلال المباريات اللي فاتت سواء في افريقيا او في الدوري او في البطوله العربيه هي الاجناب. الاجناب النهارده ما اشتغلتش الشغل برضو اللي احنا كنا يعني متوقعينه منه، وطبعا صابر رحيل يعني معذور بقاله فتره بعيد، والنهارده برضو يعني كارتيرون يعني لازم يحطه، ما فيش حد مساك، ممكن تلعب بايمن اشرف ناحيه الشمال، لكن انت لازم تروح لصابر رحيل. الحته الثانيه برضو كنا بنتكلم فيها ناصر ماهر. يعني عقاب ناصر ماهر طول النهارده، انا بقومه لكن انا برضو محتاجه خلال الفتره الجايه، يعني ممكن عاقبته مباراه طلعته عشان كده انا قلت يا كابتن اسامه في البدايه في بدايه الاستوديو قلت يعني قرصه الودن مش ضروري اقلع ودنك بقى كلها، يعني ممكن ما تطولش، ما اقلعش الودن كلها، لكن خلاص انا وصلت له الرساله والفريق محتاجه واحنا كنا محتاجينه النهارده في ظل برضو يا كابتن سيد بيقول لك الاجهاد النهارده، اسلام محارب ووليد سليمان، مروان محسن كان بعيد بقاله فتره، فكان ناصر ماهر رجليه في الملعب، فهو من الاولى ان هو يكون على الاقل معاك على الدكه برضه، ممكن يبقى النهارده ورقه تغيير تقدر تغير بيها في اي وقت النهارده.
النهارده طبعا يعني اللي كان بيميز النادي الاهلي برضو خلال الفتره اللي فاتت انك انت الدفاع عندك متماسك، ودي كانت بتميز. وكان كارتيرون بيقول يعني اللي بيميزنا دايما ان احنا دايما خطوطنا متقاربه في خط الدفاع، وما يعني ما بنتلقاش اهداف في مرمى النادي الاهلي. حصلت مره بس في مباراه اوغندا كامبالا سيتي، وهو لام فيها الناس وقال هنصحح فيها خلال الفتره الجايه. النهارده الدفاع برضو التمركز كان في وضع خاطئ في بعض الاحيان يعني النهارده، بس دي النهارده فخر المباراه، كان في كل الخطوط مفتوحه، فكان كله بيهاجم عشان تبدا تدور على التعادل. لكن في بدايه المباراه ما ينفعش النهارده الهدفين اللي دخلوا من ناحيه اليمين، كنا بنشيل طبعا باحمد فتحي وبالتغطيه ناحيه اليمين، كان لازم يبقى في تغطيه افضل من كده. الناحيه الثانيه برضو محمد هاني اول ما نزل. فالنهارده احنا بص يعني في اجهاد طبعا، وفي احنا عايزين اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت من سفر واجهاد، وطبعا عندك اصابات. انت النهارده لما يبقى عندك لعيب بيغيب ولا عنصرين الدنيا عندك بترتبك. انا عايز اشوف الجون الرابع ده تاني كده، معلش يعني عايز اشوفه يعني من عايز اشوفه كده بعد اذنك. يعني هجمه مرتده، شكل تسلل دي ولا لا؟ اقف كده. لا 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 شوف ما فيهاش. لا 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 ارجع كده بس، وهي بتطلع كده كل بالي داخل ال 18 داخل ال 18. كمل ما فيهاش. اتفضل. فالنهارده طبعا في اخطاء كتيره زي ما احنا كنا بنشيد بكارتيرون خلال الفتره اللي فاتت. طبعا النهارده في اخطاء من كارتيرون في بدايه التشكيل، حتى زي ما الكابتن اسامه قال التغيرات. لكن الحمد لله برضو يا كابتن سيد ان النهارده انت يعني بيجي لك اخطاء وانت هتبدا ان شاء الله تدرسها خلال الفتره الجايه وتقدر تعالجها، عكس ما تجي لك في مباراه مثلا زي قبل نهائي افريقيا يعني تبقى مشكله. لكن النهارده دي مباراه في مشوار دوري، خساره ممكن تديك دفعه بعد كده تخلق دوافع جديده، خاصه ان شاء الله انت لسه انت لاعب النهارده دي المباراه السادسه. لو عندك ماتشين كمان ان شاء الله، لو لعبت 8 مباريات للمتصدر الزمالك وبيراميدز يعني هتبقى انت متصدر الدوري برضه. فان شاء الله النهارده تبقى يعني خطوه لبدايه جديده ان شاء الله. طيب كابتن ماهر، يعني علمتنا الحياه مجهد قوي، او كوره علمتنا يعني وانت مجهد قوي او تعبان قوي يعني حاول تخلي التمركز بتاعك سليم 100%، يعني ما يبقاش فيه كميه اخطاء انت اللي بتعملها على اساس ان انت مش هتقدر، ان انت مجهد وتعبان. يعني في اخطاء النهارده فرديه كتير في الناحيه الدفاعيه. بص يا كابتن سعيد، هو النهارده درس يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى وراه لنا قبل مباراه وفاق سطيف، لان النهارده الاتحاد عنده بردك بعض العناصر زي سيسي قريبه قوي من لعيبه وفاق سطيف، نجم الماتشز في نص الملعب نجم الماتشز بالظبط. فالنهارده مهم جدا انك انت تستفاد من الاخطاء دي عشان في مباراه وفاق سطيف ما يحصلش الخلل اللي احنا شفناه او الثغرات اللي احنا شفناها. يمكن حتى الجول اللي كنت بتتكلم عليه دلوقتي اللي فيه شك، ايمن اشرف وهي في الهواء يقدر ياخدها. يعني من ضمن الحاجات اللي انت تقدر يمنحها، انت في حاجات تقدر تمنحها من الاول واخد بالك عشان ما تسببلكش مشاكل على بقيه الخطوط. اول مره نشوف النادي الاهلي من البدايه احنا كلنا اجمعنا ما بيضغطش على لعيبه الاتحاد. تعب يعني واضح من التعب من اخر كمان ساعه في ماتش وفاق سطيف. واضح من التعب انك انت مش قادر تضغط من اول خط امامي، واحنا لما بنبدا نقول الدفاع يبقى الدفاع من اول الخط الامامي مش خط الظهر. فواضح ان يعني الخط الامامي ما بيضغطش على لعيبه الاتحاد اوريدي، كمان بتاثر على لعيبه وسط الملعب، ثم الخلل اللي احنا شفناه في خط الظهر. النهارده احنا اول مره بنشوف خط ظهرنا عنده يعني المشاكل الكثيره من الاخطاء اللي دارت خلال ال 90 دقيقه، منها ان سيسي في هدف من الاهداف يمكن الهدف الثاني عمل مراوغه وعمل اختراق في اكتر من خمس ست لعيبه، يعني ضرب خطين، ضرب نص الملعب ثم ضرب قلبي الدفاع والباك اللي هو الظهير الايمن هاني وكلوبالي معاهم اخترق بشكل كبير وشكل فيه شيء من المهاره والناس واقفه تتفرج عليه. يعني ما ينفعش انك انت راجل جايب زياده عدديه. اول حاجه هو سيسي ده بيلعب فين؟ يعني بيلعب في ناحيه الشمال، الجناح الشمال، يبقى محمد هاني رقم واحد. رقم اثنين الراجل اللي هو اذا كان اكرم اللي بيميل عليه بيقدر يغطي عليه، ثم يليه بعد كده تغطيه الاطراف بقى كله بالي ثم ايمن اشرف. هو اللي انت بتقول حضرتك ده حصل في عرض لنا يا سمير بعد اذنك. الهدف الثاني لكن هم دخولهم على الكرة ما كانش مظبوط. يعني كله بيحلق، كله خايف من ضربه يعني الجزاء، تواجدهم كان مظبوط، كله خايف ان يعترضوا عشان ضربه الجزاء واخد بالك، فبيحلق. فانا ما ينفعش التحليق يعني في المنطقه دي بالذات المدافع اللي بيحلق هيترقص
المدافع اللي بيحل هيغلط. ده الجول التاني اللي حضرتك بتشير ليه؟ ده الجول التاني. لا ده الجول الاول. ده الاولاني. الاولاني برضك يعني مهاره فرديه بتحصل. بس وقفت ايمن اشرف مش مظبوطه لكن بتحصل. يعني عايز اتكلم على التغطيه والميلان بقى اللي بيت الخط. هو قدر طبعا ان هو يخترق وبعدين يعمل كروس عرضي اللي هو بيسبب مشكله على مدافع النادي الاهلي. يعني هي بعد ما عدي قلب الدفاع يبقى ايمن اشرف وضعه بس يعني بص الباص الدايلي ضرب بيه اربعه ثم كلوبالي راح يغطي. وبعدين هنا التغطيه بتاعت ايمن اشرف يا كابتن سيد لازم تخرج في سكتها يعني يعني وهي جايه كره متاخر. هو سنه متاخر سنه بقى وضعه سنه واحده بس ياخدها سنه بقى وضعه زي وضع المهاجم. فاضطر طبعا ان هو لما لمسها بقت مشكله. ايمن اشرف ده جون التعادل طبعا مروان حطها حلو. نفس الخطا لمدافع الاتحاد اللي وقع فيه اكتر من هجمات النادي الاهلي. يعني ده خطا كره بينيه من سيسيه من 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 نص ملعب النادي الاهلي كره طويله. المدافعين طبعا بتوع الاتحاد سابوا الكره تنط واعتمدوا على حارس المرمى انه يطلع ياخد. طبعا التوقع كان بتاع مروان محسن اسرع منهم وتوقع بشكل جيد وقدر ان هو يلعبها بدماغه ويسجل هدف سهل. تمام. الحاجات دي ظهرت على اخطاء كمان من دفاع الاتحاد يمكن في المباراه دي. بس يمكن انت يمكن النادي الاهلي كان اوضح واكتر وكانت باينه اكتر من مدافع الاتحاد. الجول الثاني يا كابتن مساء برضه محتاج شرح. التواجد موجود لكن الدخول نفسه او الاشتراك نفسه ما كانش مظبوط خالص يعني. فالراجل وسط ثلاثه دخل بمحمد هاني اللي جوه وقابل هشام محمد وكلوبالي كمان. مظبوط. احنا يمكن في بدايه الاستوديو قلنا ان عبد الرزاق سيسيه لما بيرقص ملوش اتجاه يعني بيقدر يعدي من برجله الشمال وبيقدر يعدي برجله اليمين. لما استلم دخل للعمق ثم عمل فنت بجسمه ومشي لبره مع كلوبالي. انا اعتقد ان الثلاثه ايمن وهشام وكلوبالي اعتمدوا شويه على بعض يعني. هو هنا دخل من العمق وبعدين عكس برجله الشمال. يعني انا قلت زي ما انت قلت بالظبط. قلت بالظبط دخل كده يمين وبعدين ماشي شمال. اللي انا بقول لك ان هو ما بتعرفلوش سكه ان هو بيروح بالشمال ولا بيمين. في واحد بيبقى معروف اتجاهه يعني. هو عدى كده باليمين وراح عكس للشمال وبعدين كمان قطم بجسمه كويس. هو دلوقتي عدى بص كان هيعدي يمين راح معدي شمال لما لقى هشام محمد يعني رجعها كده. ارجع شويه يعني بس رجعها بص على محمد هاني في الاول يا كابتن. محمد حمد. هاني خلي بالك بقى يا سيد. انا لاحظتها اللي بره لازم بطلعه لبره يعني الاتجاه اللي بره دي واحده. ومحمد هاني كمان لما نزل خلي بالك دي كانت بعد ما نزل بدقيقه او دقيقه لسه ما دخلش. انا حاسس انه كان نازل لسه ما خدش اجواء ومش مهيئ مش مهيئ نفسه قوي. هل بقى هو كان متوقع انه هيلعب ما لعبش؟ فطبعا هو سيسيه بمهارته برده عشان ما ننتقص من مهارته عدى كويس جدا واخترق للعمق ثم الخارج وبعدين كمان ميل جسمه كويس انه يلعبها بالعرض. وخالد قمر طبعا متابعه من ناحيه كابتن اسامه صبر رحيم لازم يضم هو اللي جوه خطا مركب هو اللي جوه وظهره لخالد قمر ويبقى خالد قمر بره. كان لو جات له طلعها برجل اليمين بسهوله. كان لازم هو متاخر فيها وهو طالع بره. مظبوط يا اسامه يعني كويس ان اسامه برده قال دي. حتى في الجون الاولاني صبر رحيل حتى لو عدت من ايمن اشرف كان خالد قمر متواجد ورا ايمن اشرف. صبر رحيل برضه لبره منهم كان المفروض يبقى هو العمق شويه. كان عدد من ايمن اشرف كان برضه خالد قمر انه برضه لو جبت الصوره هتلاقي صبر رحيل بره. فدي برضه الكره الثانيه اللي اسامه بيتكلم عليها فعلا لما اتعملت بالعرض صبري مش مهيئ نفسه انه يطلع. هو كان قبل خالد بس مش شايف خالد. خالد جه من ظهره وحطها. فطبعا احنا صبر رحيل برضه بنعذره شويه انه بعيد فتره طويله قوي عن الماتشات. واضح ان لياقته البدنيه والذهنيه مش جاهزه 100%. يعني بص دي خالد قمر برضه جه خطفه من 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 ظهره. والجون الاولاني كان برضه بعيد عن ايمن اشرف. يعني بص هنا بص جه خط هو سابق صح بس هو مش يعني خالد سرق بقى. المفروض صبري المفروض بقى يطلعها بيمينه. ايوه خالد جه خطفه من ظهره. وطبعا برضو خالد ماشي بصوره كويسه عشان ما ننتقص من حقهم. وسيسيه برضو احنا حذرنا من سيسيه ومن خالد وايمن يعني هشام مكمل بس كان لازم يكمل معاهم كمان يعني يكمل مع وفي اسامه قال نقطه ان الزياده العدديه
حصل نوع من التواكل يعني العدد الاربعه اللي موجودين اشتركوا فكل واحد يعتمد على الثاني واخد بالك صحيح, صحيح. والنقطه الاولانيه الاهم ان محمد هاني لازم يحطه في السكه اللي بره صحيح طبعا يعني لازم اضغط عليه عشان اطلعه لبره ما ادخلوش لجوه وجهه طب دي ضربه جزاء يا كابتن اسامه ضربه جزاء طبعا صحيحه يعني فيها بقول لك شويه تهور من حمودي حمودي كان لازم يهدى اكتر من كده يعني يهدى هو خلاص يعني نصف عداه خلاص اسيبه فيه لسه هيقابله ناس هتقابله تانية هو يعني في منطقه يعني كوره خالص كده اصلا عليه وعلى الجنب ايه المشكله 18 سيبه طب يعني حتى هو شد وفي عرقله من رجل. طبعا الهدف ده فرق يعني انت النهارده كانت النتيجه 2-1 2-1 لسه عندك فرصه ممكن تتعادل واحنا قاعدين على فكره مش كده واحنا بنتفرج بس المهم ما يجيش جول تاني صعب الامر طب. بس مع كل ده يا كابتن اسامه يعني مع كل ده توقيتات جوال الاهلي مع عيد الثالث كانت مقبوله جدا يعني الاهلي مثلا جاب جوله الاولاني بتاع مروان محسن في الدقيقه 18 بعد هدف او في الدقيقه 30 بعد هدف الاتحاد ب 11 دقيقه بالظبط الاتحاد جاب جول في الدقيقه 19 يعني توقيته رجوعك للقاء مش وحش انتهى الشوط الاول 2-1 بقت 3-1 الاهلي بيجيب جول في الدقيقه 61 وده برضو مش وحش عندك 30 دقيقه عندك 30 دقيقه مش وحشه طبعا كويس حاول بعد كده الاهلي ده جول اسيست لاسلام محارب احسن حاجه عملها النهارده اسلام محارب هو الجول ده اللي هو الاسيست ده والتكمله دي يعني وليد بيعملها وليد بيعملها على طول مميز بيها بيجي من تحت وبيدخل ال 18 بيبقى في ظهر بيبقى مهاجم تاني يعني كان سواء ورا مروان محسن او وليد ازارو وسجل وفاق الصيف نفس الهدف ده كان عمله له حمودي هو يعني مميز انه بيدخل لكن النهارده اللي قتل برضه المباراه شويه الهدف الرابع في الدقيقه 88 خلاص يعني كانت المباراه بتنتهي بقت النتيجه 4-2 لكن برضه النادي الاهلي طول ما في دقائق تبقى مباراه ثانيه 6 دقائق محمد شريف احرز هدف وكان ممكن والله في الاخر برضه يعني كان ممكن النادي الاهلي يتعادل حتى لو في الدقائق الاخيره جت فرصة تانية في الآخر هو بس ممكن انتشار لعيبة الأهلي بقى ده انتشار الأهلي يعني يعني بص سيد بص سيد أشرف كمان يا كابتن وبعدين تخطيط كلوبالي أيوة لازم كلوبالي يتأخر شوية بعيد خالص لا عن كان لازم يبقى هنا وهاني لجوه عن أشرف يعني يا ريت برضه أنت في الحالة دي يعني مش مسألة دفاعا يعني أنت في الحالة دي وأنت خسران 3-2 وعايز ترجع للقاء فأنت بتبقى هو فاتح قوي بس برضه فاتح قوي فاتح قوي لا وكلوبالي يعني الطبيعه سيد لو رجعتها بعد اذنك يعني خلي تمركز هاني هنا ايمن اشرف متوقع ان ممكن تعديه بالظبط كل بالي بعيد قوي واهاني بعيد قوي يعني المفروض الكره وهي في الهواء لازم كل بالي يبقى مقرب شويه على ايمن اشرف وهاني هو اللي يكون مع الالفي هاني طبعا كان فاتح حتى كمان خالص لسه هاني راجع حتى في الصوره طبعا يعني حتى في التخطيط الميلاني يا كابتن سيد يعني بص هنا بتتلعب بص خطأ فردي الخطا الجماعي بالنسبه لهاني دي متوقع ان ممكن تعدي يبقى معلش كل من اول اللعبه هاني لازم بسرعه اكرم ما ينزلش شويه كده ممكن اكرم ينزل شويه طبعا من اول اللعبه وهي بتتلعب اوت كان لازم كلوبالي يكون كنا ناحيه الشمال هنا شويه دي في اللعب يا حسام لا ده مش اوت لا ارجع مش اوت ارجع بس ليها لا هي كره متشتته من تحت حتى لو في اللعب لازم كلوبالي يكون هنا يعني رامي ناحيه الشمال هنا شويه عشان لو عدت يبقى هو عامل الكفر لان هو في الشريحه ناحيه اليمين فانت اوريدي موجود اشرف كلوبالي لازم يبقى موسطا ورا اشرف لان هي كره هنا يعني هتنتهي هنا في نفس الاتجاه وده اللي حصل ان الشلوت طلع في نفس الاتجاه ايمن اشرف من البدايه كان لازم يقدر يلقطها واخد بالك انت وينهي القصه دي التغطيه الميلان بتاعت كلوبالي ما كانتش موجوده وبعد كده تخطيط الخط بالنسبه لمحمد هاني كمان ما كانش متوقع ان ممكن تتلعب بالعرض للالفي يقدر يحطها بهذا الشكل طيب يا جماعه يعني في ناس بعت لي كتير قوي بتقول ان انتوا كاتبين النتيجه 4-2 هي النتيجه 4-3 يا سمير نازله ال 4-2 هي 4-3 كده هزيمه وكده هزيمه لكن هنتكلم على النتيجه الفعليه طيب اوكي فالنهارده كابتن سيد في دروس دفاعيه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا تبقى يعني ملحوظه في اجنده مستر كانتيلونو محمد يوسف ان الاخطاء الدفاعيه ديت النهارده كانت عددها كتير جدا بالنسبه للتمركز بالنسبه للانقضاض بالنسبه بس احنا كنا حاسين يعني انت برضو انت احنا حتى قبل الاستوديو واحنا بنتكلم مع بعض قلنا المباراه صعبه بالظبط صعبه لحاله الاجهاد اللي فيها الاهلي واللي كانت باينه جدا في الثلث ساعه الاخيره في مباراه وفاء الصيف صعبه للغيابات اللي فيها الاهلي بيعاني منها الاهلي سواء كان للراحه
او بالشكل المتعدد، يعني صعبه للاصابات اللي موجوده في مراكز متعدده، صعبه في حاجات كتير جدا. فاحنا عارفين حتى الخطه بتاعت كابتن حلمي طولان قلنا كده، انا متاكد ان هو استشعر ان الاهلي ممكن يبقى فيه في الجزء بتاع نص الملعب حاله من التعب، فممكن امسك كره، وكان له ما اراد، رغم ان خلي بالك كل او معظم هجمات الاتحاد السكندري ان لم يكن كلها دخلت جوان. ايوه ما انا قلت لك اربع خمس فرص دخلوا اربع. يعني هو الاتحاد السكندري لما تشوف مجمل الماتش ما جالوش يعني الـ جاب خلص كل الفرص اللي جات له، ما فيش واحده ضاعت مثلا تقول كانت ممكن تيجي جون وما جاتش، ما فيش واحده، هم كل فرصه كل كره ناحيه هجمه يعني على مرمى النادي الاهلي تيجي جون. في المقابل انت بعد الهدف بتاع الدقيقه 60 اللي هو 3-2 بقت نتيجه 3-2 هدف وليد سليمان، هدف وليد سليمان، انت سيطرت على اللقاء جدا، بس في جزئيه صربعه شويه واستعجال وعدم فوقان، يعني ايوه عدم فوقان سينو، يعني عارف الكره بتبقى عباره عن حاله، انت عارف ان في وقت بيبقى فاضل لك خمس دقايق مثلا، فاضل خمس دقايق والماتش ينتهي، ايوه، وانت متاخر بهدف وحاسس ان انت هتكسب، ايوه، يعني لو انت ممكن تعمل كل دقيقه على الاقل فرصتين ثلاثه، ايوه، على ممكن فرصتين ثلاثه كل دقيقه تعمل فرصتين ثلاثه، فلكن حاله التعب اللي انا حاسسها من هشام محمد او وليد سليمان او اسلام محارب او حتى مروان محسن كلوبالي كمان، فكرني بمروان محسن بعد ما اخد التليفون ده، لان انا عندي سؤال برضو اتمنى ان انتوا تردوا عليا كلكم فيه. يعني معايا على التليفون كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره في الاتحاد السكندري، بنبارك له بالتاكيد. كابتن وليد الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيد، الله يخليك، تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبير كابتن ماهر همام وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسني، ثاني اسامه حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك كابتن، مبروك يا وليد، مبروك يا وليد، مبروك يا وليد، الله يبارك فيك كابتن، ربنا يخليك، مبروك لنادي الاتحاد، جماهيره ومجلس ادارته، جهازه الفني، لعيبته، هارد لك النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيتاثرش باي هزيمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله نرجع من نفاق الصيف بفوز ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي نقاط محدده اشتغلتوا عليها النهارده، يعني احنا بنستعرض التشكيله او الطريقه اللي هتلعبوا بيها النهارده عن طريق طبعا كابتن حلمي طولان، فقلت يمكن رامين احمد داوود تحديدا عايزين يمسكوا الكره في نص الملعب شويه مع انطلاقات سيسي وانطلاقات بناهيني والمحطه بتاعت خالد قمر، فعايز واحد يبقى من تحت شويه يعملها صح بس كده مع الحاله بتاعت الاهلي، وخصوصا الارهاق اللي كان باين عليه الاهلي في مباراه وفاء الصيف. هل تحليلنا كان مظبوط ولا لا يا كابتن؟ كلامك مظبوط 100%، يعني احنا ما اشتغلناش طبعا دلوقتي، اشتغلنا من اول الاسبوع بعد مباراه الجونه، اتفرجنا على مباراه وفاء الصيف وقلنا الكلام اللي انت بتقوله بالظبط، ان النادي الاهلي مجهد، النادي الاهلي غالبا هيبقى فيه عناصر غايبه، اتفقنا على ان احنا محتاجين لعيب كوره يمسك كوره في نص الملعب، النادي الاهلي بيضغط بشكل كبير جدا، فعايزين حد يقلل الضغط شويه من خلال نور وخلال داوده يمسكوا الكوره، وحميناهم بديديه كوري اللي بيبتدي اول مباراه، ولعبنا 4-3-3، رمينا بناهيني على صابر رحيل ورمينا سيسي على احمد فتحي اللي بتمنى له ان شاء الله يا رب ما تكونش، يعني اطمنتوا على احمد فتحي ولا لا؟ يا ان شاء الله الرحمن كدمه بس في العضله الاماميه باذن الله، كدمه في العضله الاماميه. طب الحمد لله، يعني زي ما انت بتقول، يعني اشتغلنا على ان النادي الاهلي هيضغط، وقلنا للولاد لو قدرتوا تقفوا اول ربع ساعه ثلث ساعه وكان عندكم ثبات انفعالي في الملعب واستحملتوا الضغط بتاع النادي الاهلي، المباراه كل ما بتطول كل ما النادي الاهلي هيبقى عنده اجهاد بدني، هيبقى باين على صابر رحيل قوي، هيبقى باين على اكرم، هيبقى باين على مروان جدا الناس اللي ما بتلعبش بقالها فتره يعني. طيب على العموم طبعا مبروك يا كابتن وليد، كل التوفيق ليك، يعني مبروك كمان ان السيسي عامل ماتش كويس قوي قوي، يعني في رزق السيسي الحقيقه، يعني كان واحد من نجوم اللقاء يعني. الحمد لله، يعني احنا انا اتمنى بس كمان ان انتوا تبقوا تناقشوا حته ان اللعيبه المعاره ازاي ما تلعبش المباراه اللي ضد ناديها، فانا لا دي ما بتحصلش غير في نادي واحد بس، ما بتحصلش اولا، الكلام ده غير 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 قانوني اطلاقا، لا بيتكتب في عقود ولا يعتمد بيه، لا اجتهاد مع نص النص، اتعملت مره بس يا كابتن سيد في انجلترا، عشان بس يعني بالاتفاق يا كابتن وليد محددين. اسمع كلام بس يا كابتن وليد، باتفاق، يعني لو انا اتفقت معاك على كده وانت قبلت او انت قبلت الاتفاق ده مفيش مشكله، لكن لو لعبته بعد الاتفاق ده الكلام يعني مفيش مشكله خالص.
مفيش مشكله خالص. برضه هو لازم، وانت بتديني لعيب اعاره كده انا هوافق على اي حاجه انت بتقولها، لكن يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله العربيه. بس خلي بالك بس البطوله العربيه يا كابتن وليد ممكن نشوف سيسي قاعد بره ال 18. ده اكيد هو لان مكتوبه تقريبا في العقود وفي زي ما كابتن. لا يا كابتن وليد لا يعتمد بالكلام ده، الكلام ده لا يعتمد به اطلاقا في الاتحاد الانجليزي. اكمل لك بس في الاتحاد الانجليزي في نص الاتحاد الانجليزي الانجليزي ده يعني حطه في الاتفاق ممكن كده، لكن الاتحاد الدولي انا بقول لك الكلام ده غير مسموح، الكلام ده غير مسموح خالص، ولا فيها عقوبه ولا فيها اي مشكله. يعني انت مش بتبيع لي بيعه تمام، انت دافع فلوس ولا مش دافع فلوس؟ دافع فلوس، دافع، مش بايع لبيعه او بتديني اعاره وبتمن عليا يعني او بتشترط عليا. فانا بقول لك ده مش قانوني. يا رب ان شاء الله باذن الله نحاول نوصل ان شاء الله باذن الله لحل يعني يرضي جميع الاطراف، لان احنا في الاخر اللعيبه دي هنبقى كمان محتاجينها في نهايه السنه وهنحاول نشتريها وهيبقى لينا الاولويه، ويعني نتمنى ان هم يكونوا معانا ان شاء الله. جمد قلبك بس، جمد قلبك، كل ده في التهويش، جمد قلبك. لاعب الراجل ايا كان النادي المعار ليه مفيش مشكله خالص قانونيه يعني. كابتن وليد كل التوفيق ليك وشكرا جزيلا لحضرتك ومبروك مره ثانيه. عندي سؤال جاوبوني فيه بخبراتكم بقى، يعني احنا في بدايه موسم برضو مش في نهايه موسم ولا في نص موسم، في كميه اصابات عضليه كتير قوي يعني، في سعد سمير وفي محمد نجيب ولا محمد نجيب قول الغضروف يعني، في سعد سمير وفي مروان محسن جاي من اصابه، وفي صلاح محسن معلول، وفي علي معلول، وفي كمان مين، وفي كمان سعد ومروان وصلاح وعلي معلول وميدو جابر وعمرو السوليه، ويمكن احمد فتحي النهارده كدمه برضو، واجايه لا دي خبطه ونجيب خبطه، لكن كميه اصابات عضليه برضو في بدايه موسم، احنا مش في نص موسم او في اخر الموسم، سببها ايه بقى؟ ضغط مباريات مثلا، عدد فتره يعني من الايام صغير، ولا سببها ايه؟ يعني في اسباب كتيره جدا للاصابات العضليه، يا اما بتبقى من اجهاد من كتر مباريات او تحميل او نقص، ما هو النقص يجيب اصابات، نقص اللياقه البدنيه يجيب اصابات، ومعدلات الحمل اللي بيقولوا عليها الايه الاوفر، الاوفر بقى تريننج بقى مش اوفر لود، عشان ده مبدا يعني، من كتر المباريات وتتالي المباريات. يعني معلول مثلا تقدر تقول ممكن يجيله اصابه لانه يلعب منتخب تونس وبيسافر ولعب كاس عالم وما خدش فتره طويله في الراحه وبيلعب ماتشات على طول، مقبول. لكن هو في ناس ما شاركتش مثلا مع المنتخب المصري، ما لعبتش عدد مباريات كبير قوي، وبرده حصل عندها بعض الاصابات، فطبعا دي بتبقى عايزه وقفه طبعا، اكيد الجهاز الفني بيناقشها مع مدرب الاحمال، معاه هو نفسه كمدير فني، مع الجهاز الطبي، انه ازاي ما يحصلش هذه الاصابات بهذا العدد الكبير يعني. فزي ما قلنا انه ممكن تبقى مقبوله نسبيا في الناس اللي لعبه ماتشات، عدد ماتشات كبير قوي، الموسمين لحموا في بعض زي مثلا معلول، زي احمد فتحي، لكن في ناس مش يعني ما كانتش دوليه في تونس او مصر وما لعبتش عدد ماتشات كبير، برضو اصاباتها العدد كبير المصابين يعني. فنتمنى ان الموضوع ده يتحل، لانه مؤثر جدا جدا جدا. الاستشفاء وعدم اصابات اللعيبه دي ملايين بتصرف يعني، بره انك انت حد يتصاب ويطلع من ده بتبقى يعني نادره الحدوث يعني، الا بقى حاجات لا قدر الله كسر مش عارف ايه حاجه كده، لكن اصابات الشد العضلي دي او التمزقات البسيطه دي عايزه طبعا وقفه اكيد يعني. بتاثر يا اسامه كمان طبعاً على متأثر على مستوى البطولات. انا عايز اقول لك باستثناء اللعيبه الدوليين، انا بضم صوت اسامه، باستثناء اللعيبه الدوليين اللي هم بقالهم اكتر من سنتين ما ريحوش وهم معروفين بس يعني ثلاث اربع لعيبه، لكن الباقي اسامه الباقي بصراحه ان هو المفروض خلاص التعود على احمال النادي الاهلي يعني. في بعض اللعيبه اللي احنا جبناهم من بدايه الموسم او قبل كده ما كانوش متعودين على احمال النادي الاهلي، فبيحصل نوع من الاصابات. بس هي النقطه اللي عايز اقولها بدون قطع كلام الكابتن ماهر، ان حته ضغط المباريات، النهارده الدوري ابتدى في 1/8، ما احنا النهارده في شهر 10 يعني 8 و9، شوف في 8 و9 لعبت كام مباراه؟ طبيعي انت في الشهر بتلعب كام مباراه؟ لو قلنا كل اسبوع مباراه ممكن تحط مباراه في الجدول زياده 5 في الشهرين، ستة من كل شهر، لا يعني انت النهارده في بدايه موسم، ستة او سبعة، بتتكلم في بدايه موسم كمان، لسه الكاس ما ابتداش، انت بتتكلم على بطوله دوري وابطال،
زي ما انت ماشي في اوروبا، قول مثلا كل مباراه في اسبوع في الشهر يعني اربع مباريات، حط مباراه زياده كمان معاهم يعني خمس مباريات، يعني في الشهرين 10 مباريات. يعني انت النهارده لو انا حسبت، انا حسبت دلوقتي عدد الماتشات، لعبت 6 دوري، لعبت 7 في افريقيا، 15 2 داون شيب وكمبالا وترجي وفاق الطيف والحريه 2، وعندك 2 بطوله عربيه، يعني 15 مباراه في شهرين، يعني ده حمل كبير، حمل كبير جدا. عندك 29 لعيب كمان، خلي بالك انت في بدايه موسم، في بدايه موسم كمان، غير انت مثلا مش في بدايه موسم، ده انت الستارت بتاعك وبتلعب 15 مباراه في شهرين. لو قسمنا زي ما بيقول كابتن اسامه، لو قسمنا كل 3 4 ايام الشهرين على ال 15 بواقع كل 4 ايام مباراه، 4 ايام مباراه، ده حمل عالي جدا، طبعا حمل اقصى، لكن انت ما شاء الله عندك سفر كمان، السفر ده مهم. عندك كمان يا كابتن سيد حمل اقصى، كل 4 ايام، لكن احنا متعودين، احنا كنادي اهلي، نادي بطولات، نادي بطوله، عندك 29 لعيب من افضل اللعيبه اللي موجوده، في ناس ما شاركتش. يعني احنا النهارده كنا بنتكلم على ناس، صلاح محسن مشاركاته بس قليله جدا، مشاركات قليله تعتبر سيد، يعني زي ما اسامه قال، لا لازم لازم, لازم لازم ناخد بالنا من الحته دي وعلامه استفهام. من ناحيه اصابات اللعيبه، معظمهم كلهم في الاعمار السنيه من 23 ل 26 سنه، يعني ما يزيدوش عن كده، الاحمال اللي اتعودوا عليها، لان كل الناس اللي وافده او اللعيبه اللي جت على النادي الاهلي خلال سنه اتعودت على احمال النادي الاهلي خلاص. وانا عارف ان احمال النادي الاهلي طول عمرها مقننه، طول عمرها بتتعمل نعم، كل 3 ايام مباراه دي مفيش تمرين. لا انا بتكلم على التجهيز اللي قبل كده يا اسامه، التجهيز اللي قبل كده، قبل المسابقات، واخد بالك، تجهيزات كلها على اعلى مستوى، من ناحيه الاستشفاء، من ناحيه البدني، من ناحيه التكتيك، من ناحيه المهاريه. احنا يمكن شفنا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها عدد الاصابات، ويمكن اشدنا حتى بالراجل التونسي كم مره، وقلنا ان الراجل التونسي اللي هو معد الاحمال وصلنا لدرجه من الدرجات انه شارك في البطولات مع الجهاز الفني بشكل كبير. فالنهارده احنا الجهاز اللي موجود مش اقل من الجهاز اللي قبل كده، كل الناس اللي بتشتغل في الحته ديت عندها علم كبير في الحته التجهيزيه ديت، عندهم من الاجهزه اللي تقدر تقول اللعيب مجهد ولا مش مجهد، كل طرق الاستشفاء موجوده في النادي الاهلي على اعلى مستوى. لكن هنا بقى حته اللعيبه، معظم اللعيبه ما شاركتش اسامه بشكل كبير، فازاي اتعور؟ ازاي النهارده خط ظهر النادي الاهلي معظمه متعور؟ يعني جديد علينا ان المدافعين اكتر ناس بتحافظ على نفسها وهي اللي بتعور مش بتتعور. فانا شايف ان يعني زي ما اسامه قال، عايزين نقعد نفكر في الجزئيه دي، عشان يعني ده خطر موجود على الشغل الجماعي في النادي الاهلي، خطر موجود على البطولات. احنا رايحين كمان مباراه مع وفاق سطيف، ما ينفعش ان كل العدد ده مصاب بهذا الشكل. النهارده في خطوره على النادي الاهلي، رايحين مباراه في منتهى الصعوبه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان اللعيبه كمان تحافظ على نفسها بشكل جيد. انا اعرف كمان ان موضوع التغذيه كمان، احنا عندنا دكتور تغذيه على اعلى مستوى، يعني كمان اللعيبه عارفه من الثقافه، من ضمن الاستشفاء برضو بالزبط. هي مش الراحه بس وال المخطط قبل اللعبه دي متعور قبل اللعبه دي لا هو كان مخبوط اللي هي الخبطه انت عارف دي من ايه، من اللي هو واكرم توفيق لما وقعوا مع بعض من ساعتها. طب اقول لكم فرق برضو، احمد فتحي في صدته في اول مباراه كارترون قال كده على فكره، اقول لكم كارترون قال ايه برضو عشان تبقى انتوا كارترون اشار اللي انت قلته ده يا كابتن، قال لك الاهلي عاش يوم اسود امام الاتحاد بسبب ضياع الفرص بشكل متتالي، موضحا انه لا يحب البكاء على اللبن المسكوب، وسيستعد بقوه لمباراه الترسانه في كاس مصر الاربعاء المقبل. واوضح المدرب ان خروج احمد فتحي الظهير الايمن مصابا كان له اثر سلبي على الفريق عشان خبرته الطويله، مؤكدا عدم اشتراك شريف اكرامي يرجع لايقافه زي ما انا قلت زي ما اتفقنا يعني في مباراه حريه في افريقيا يعني. وهذا كان وعشان كده كان في كان ضروري جدا ان يلعب علي لطفي النهارده. قال كمان ان سياسه التدوير اتت بثمارها على الاهلي وساهمت في تخفيف اثار ضغط المباريات، موضح ان الهزيمه لا تجعله يخرج مباريات او يخرج مباريات للجماهير. في ختام كلامه قال ان كثره الاصابات بسبب الضغط المتتالي لمباريات الفريق نظرا لمشاركته باكثر من بطوله هو قدر الاهلي، رافضا الحديث عن الاسباب الطبيه. لذلك قال لست طبيبا لاقيم هذه الاصابات. اقولها مره ثانيه، كارترون قال ان الاهلي عاش يوم اسود قدام الاتحاد السكندري عشان ضياع الفرص، وقال ان هو ما بيحبش يبكي على اللبن المسكوب، وقال ان هو هيستعد بقوه لمباراه الترسانه يوم الاربعاء اللي جاي في كاس مصر. قال ان خروج احمد فتحي اثر بالسلب على الفريق، وخصوصا انه عنده خبره طويله. قال ان اشراك علي لطفي على حساب شريف اكرامي عشان ايقاف شريف اكرامي افريقيا
فعشان كده كان لابد ان يبقى فيه الدفع بعلي لطفي لتهيئته لو حصلت اي حاجه لمحمد الشناوي، وعشان ايقاف شريف اكرامي زي ما ذكرت. قال ان سياسه التدوير اتت بثمارها على الاهلي وساهمت في تخفيف اثار الضغط المباريات، موضحا ان الهزيمه لا تجعله يخرج بمبررات للجماهير، يعني ما بيحبش المبررات الراجل. قال كمان كارتيرون ان كثره الاصابات بسبب الضغط المتل للمباريات عشان الاهلي داخل في اقدر في اكتر من بطوله وده قدر الاهلي، وقال ان هو بيرفض الحديث عن الاسباب المؤديه للاصابات، وقال انا مش دكتور عشان اقيم الاصابات. ده كلام كارتيرون. حد عنده تعليق على هو بس طبعا موضوع اولا علي لطفي طبعا وشريف زي ما قلنا هو قال السبب انه موضوع الوقف ده عنده حق فيه، وبعدين علي لطفي النهارده غير مسؤول عن اي هدف عشان برضه ما نظلموش. علي لطفي جون كويس جدا، والنهارده لما الناس تقيم الاهداف اللي جت ولا هدف مسؤول عنه علي لطفي. صحيح. ولا جول. اللي هو اللي قال على احمد فتحي خروجه مؤثر، طبعا كلنا قلنا ان احمد فتحي مؤثر رغم انه هاني بيحاول، وهاني كان مفروض يشارك في مباريات قبل كده عشان برضه يدخل في جو المباريات، لانه لما كان بيلعب كان بيبقى كويس. احمد فتحي خروجه كمان مش اثر بس على الاداء وتماسك الدفاع، اثر حتى في تغييره هجوميه ثانيه مؤثره. احنا لما جينا اتكلمنا على التغيير الثالث لما كنا بنتكلم جوه قلنا يمكن هو مأخر التغيير الثالث عشان يمكن خايف حد يتصاب، ان هو نزل محمد شريف في الدقيقه 82 او 84 او 83، فيمكن لو كان التغيير ده احمد فتحي ما تمتش وفضل كان هيبقى عنده جرأة أكتر إنه يغير بدري في الجزء الهجومي، لأن إحنا كنا ضاغطين بعد 3-2 فترة طويلة قبل ما الاتحاد يجيب الهدف الرابع، ولكن هو أخر شريف كتير قوي خوفا من إنه بقى تغيير واحد. لكن لو أحمد فتحي لأن الطبيعي توصل للدقيقة 84، لا ما هو طبعا كان لازم يغيره بدري برضه إحنا متفقين، لكن أنا بقول لو كان تغيير أحمد فتحي ما تمتش مش انتقاصا من هاني، ولكن انا اليوم بقى لما بيكون قافل من الاول يعني كان هيبقى عنده تغييرتين في الجزء الامامي، يعني هو غالبا المدافعين ما بتغيروا يعني نادرا ما هيبقى تغيير هجومي يعني نادرا ما بتغير في المدافع. فهم النقطتين دول اللي انا حبيت اعلق عليهم. اما الاصابات زي ما قلنا نتفق ونختلف، لكن برضو لازم ناخد بالنا من موضوع الاصابات. انا اسامه انا عايز اقول لك حاجه، بنحيي طبعا كابتن سيد ان هو طلع وقال الكلام ده يعني هو الراجل واقعي وشخصيه واضحه ان هو يعني اي واحد ثاني يطلع يشتكي وعنده اصابات وعنده بالظبط ثقه حتى في لعيبته، وهو قال لك انا هقفل الملف ده اخش على الملف الثاني اللي هو كاس مصر ترسانه المباراه القادمه. طيب عندي برضو حاجتين موضوعيتين كده في اللقاء النهارده، في واحده احلى ما في اللقاء هعرضها في الاخر، لكن عندي كمان كولوبالي النهارده. تخيل ان كولوبالي عمل 2 اسيست النهارده من 3 جوال، يعني عمل الجول الاولاني بتاع مروان محسن، وعمل الجول الثاني او الثالث بتاع بتاع محمد شريف، الجول الثاني اللي عمل الاسيست بتاعه اسلام محارب. اعرض ارقام كولوبالي هو ووليد كمان، دي ارقام كولوبالي، يعني الراجل لعب ثاني اكتر واحد قطع كرات 10، لعب دقيقه 90، صنع اهداف وهو السردباك بتاع الاهلي هدفين، الهدف الاول والثالث، منع تسديده مؤثره مره، صنع فرصه جميله مرتين، قام بمحاولات على المرمى مره، ارتكب اخطاء 2، حصل على اخطاء 2، تمريرات طوليه 8. وليد سليمان كمان يعني عنده شويه ارقام بيواصل التالق بتاعه رغم حاله الاجهاد والتعب، احرز هدف، تسبب في هدف اللي هو انهي هدف اللي تسبب فيه بقى؟ ثالث. ثاني اكتر من قام بمحاولات على المرمى 6 مرات، اكتر لاعب قام بمحاولات صحيحه على المرمى 4، ثاني اكتر لاعب قام بمراوغات ناجحه 5، اكتر لاعب حصل على اخطاء 6، تمريرات طوليه 5، 78% كانت دقه تمريراته، وقطع كرات 5. يعني كولوبالي برضه بيواصل يعني تالقه مع النادي الاهلي رغم البعد بقيه اللاعبين او معظم اللاعبين وحاله الارهاق اللي هو فيها، وهو يمكن اكتر واحد لعب يا كابتن اسامه، ما لعبش غير مباراه واحده بس، مباراه النجم اللبناني الاولى بس من بدايه من اول مباراه تاونشيب هو يعني حط رجله في الملعب ما خرجش، يعني كان هو وليد ازارو النهارده رايح وليد ازارو، فكولوبالي ماشي حتى بمستوى في كل المباريات ما شاء الله عليه.
لكن برضو عايزين يعني هو مميز في الكرات الثابته الهجوميه صحيح. كرات العرضية لازم يتلعب على كل يعني في حاجات كتير قوي بتتعمل بتتعمل قصيره كده يعني هو راجل ما شاء الله طويل والجامب بتاعه طويل وبعدين بعيده كانت السيد وعرضنا لنا الهدف الثالث ده هو سبب في الهدف الثالث يعني واحنا بنتكلم كده لو سمحت هو الهدف الثالث صلاح لازم يستغله في الكرات العرضيه وسام بيتكلم على ان قريبه هو بيقدر يخطف كمان القريبه لا انا لا كمان في حاجه ثانيه يا كابتن سيد النهارده في اخر المباراه لما مستر كارتيرون بدا يحتاج للكرات الطويله عشان يلعبها هو لعب طلع قدام أيوه. بدا يدخل ال 18 ويزحلق كره يمين وشمال للناس اللي جايه من تحت عملها بص عنده. بص هي طويله بص هو اللي واخدها هو صلحها يعني الاسيست هو اللي صلحها هو اللي صلحها لشريف صلح شريف طالما طوليه وليد سليمانه بشكل جيد تمام بس لا محتاجين بقى كلوبالي في الكرات العرضيه اللي زي دي ما ياخدش البعيده انا اقربه اكتر ادخله في نص ال 18 او على الاولى او ينوع يعني هي لو تعديه يعني هو واخد البعيد يقدر يحلها لكن فعلا قريبه بيقدر لا في الهدف الاولاني كمان أخطر. عملها المروان محسن كره طويله كانت مميزه جدا يعني كانت سهله لمروان محسن انه يحطها ويسجلها في الهدف الاولاني هو ده الاولاني ايوه كده يا عم هو عامه كوليبالي وليد سليمان اللي عمل الكراسه هو وليد سليمان من اكثر الناس النهارده المميزين في المباراه يمكن احنا بس لومناه في الكره الرابعه الهدف الرابع اللي جه في النادي الاهلي انه كان بعيد قوي عن ايمن اشرف بمسافه اكثر من 30 يعني حوالي 30 متر بينهم دي كتيره جدا او 25 متر صح. كان لازم هي دي بس الغلط الوحيد اللي يمكن ارتكبه النهارده كان بعيد قوي عن اشرف ما كانش في افضل حالات لكن حتى الاهداف اللي دخلت فينا كان فيها كل بالي كان ممكن الهدف الثاني بالذات يعني هو بدا يجري يا كابتن اسامة عايز يلحق بعد ما الكره طلعت لكن المفروض وهي الكوره بتطلع كنت انا بدات اخد قراري صح واخد بالك في التغطيه والميلان عشان اقدر الحق مسافه بعيده يعني طيب. لكن هو بامانه هو وليد سليمان برضه حيزانهم حي بصراحه حي وليد سليمان جاب جول حلو قوي كمان طيب خليني اقول لكم كابتن حلمي طولان بعد الماتش قال بعض التصريحات قال كمان ان انا كنت بلعب قدام فريق عظيم للغايه هو احسن فرقه بتلعب كره جماعيه في مصر ده تصريحات كابتن حلمي طولان قال ما فيش شك ان انا كنت قلقان من الاهلي وان هو يحول الدفه رغم فرق الهدفين في اي وقت ان هو يحول الدفه لصالحه قال ان غياب بعض النجوم اثرت طبعا بالتاكيد على الاهلي ومنهم وليد ازارو قال ان انا درست اسلوب لعب الاهلي جيد جدا واتكلمت مع اللعيبه وشرحت لهم الظروف والتعامل كيف يكون مع النادي الاهلي الهدف مع الاتحاد ان اجمع اكبر عدد من النقاط حتى شهر يناير وبعدها سيكون لي تدخل في تعاقدات او لنا تدخل في تعاقدات وتدعيم للفريق دي كانت تصريحات كابتن حلمي طولان حكم اللقاء النهارده كان جيد جيد الحكم وبعدين عايزين نتكلم كان كابتن حلمي يعني نديله حقه يعني كابتن حلمي بصراحه من المدربين اللي عندهم خبرات كبيره جدا في الدوري الممتاز واحنا قلنا النهارده انه هيقابل النادي الاهلي بشغل تكتيكي على اعلى مستوى واضح ان هم فعلا كانوا راجعين ومحترمين النادي الاهلي في اوقات كثيره جدا ويمكن هو الاحترام ده كابتن سيد اللي ادى فاعليه للنادي الاتحاد انه يقدر يروح للنادي الاهلي 5 مرات يسجل منهم 4 اهداف وده بلغه الكره فيها توفيق كبير جدا يعني فرقه توصل 5 مرات تسجل 4 اهداف فانا شايف النهارده يعني في حظ وتوفيق بشكل كبير جدا لنادي الاتحاد وهو اتكلم على النادي الاهلي النادي الاهلي نادي بطل والنادي الاهلي اكثر فرقه جماعيه في الاداء بشكل مميز طبعا هو مكسبه للاهلي النهارده بيديله ثقه بشكل كبير بيوصل يمكن للمركز السادس يعني نقل الاتحاد ب 14 نقطه نقل الاتحاد كسب النهارده واحد بس هو ب 14 فيعني النهارده الكابتن حلمي مكسبه يمكن اداله تشانس بشكل كبير حتى كمان يمكن في قيادته للفرقه بعد كده 3 مباريات مباراه تعادل ومباراه مباراتين مكسب مباراه تعادل واثنين مكسب واثنين مكسب فده بيدي ثقه طبعا لوجود الكابتن حلمي انه يستمر هو بيتكلم على الفتره في يناير ان هو هيتدخل بشكل كبير جدا هيشوف احتياجات الفرقه من النواقص اللي هو محتاجها في 3 الخطوط انه يقدر يغذي بيها بعض اللعيبه اللي ممكن تفيد نادي الاتحاد وتفيده خلال المرحله اللي جايه ده اللي نتمناه طبعا من نادي الاتحاد يعني سيد البلد النادي الاتحاد النادي العريق نتمنى له طبعا ان هو يتواجد مع الكبار في الترتيب بهذا الشكل يعني كابتن اسامة عايز مبروك طبعا لكابتن حلمي وجماهير الاتحاد السكندري ومجلس ادارته مكسب على فريق عريق زي ما هو قال واحسن نادي بيلعب كره جماعيه في مصر وهو زي ما قال انه الغيابات اثرت مع النادي الاهلي وعلى راسهم ازارو واحنا اتكلمنا في النقطه دي انه ازارو على الاقل كان يبقى موجود احتياطي لو احتاجناه
الحاجة التانية انه وفقوا زي ما احنا قلنا ان عندهم الجزء الامامي خطير في رزاق سيسي وخالد قمر وبناهيني، وفعلا يمكن هم مشاركين في الجونين او ثلاثة من او الاربعة يمكن في الاهداف اللي جت. والحاجة التانية قلنا دفاعاتهم ما زالت فيها مشاكل، وحصل النهاردة ان النادي الاهلي مش في احسن حالاته، جاب ثلاث اهداف وكان ممكن جدا يجيب اكتر من هدف تاني. مش طبيعي ان يعني الاهلي يخش فيه اربعه، هو الاهلي جاب المعدل الطبيعي بتاعه ثلاثه، ده ثلاثه وكان في فرص ضاعت كمان. فهو لازم طبعا الكابتن حلمي برضو يحل مشكله التنظيم الدفاعي للفريق بتاع الاتحاد. اسامه عايز تقول حاجه؟ مبروك للاتحاد السكندري النهارده، الاهلي خسر مباراه ما خسرش بطوله. قادر ان شاء الله كارترون مع الجهاز الفني مع اللعيبه ان يستعيدوا التوازن تاني والامور تاني وتكون في صالح النادي الاهلي. عندهم ان شاء الله مباراه الترسانه في كاس مصر يوم الاربعاء، يعني ان شاء الله يبدا يجمع الفرقه تاني من اول ان شاء الله، يستعيد لغه الانتصارات، ترجع الثقه تاني للاعيبه مره اخرى. وفي الاخر يعني هي مباراه في مشوار دوري طويل، النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يقدر يحسم بطوله الدوري، وان شاء الله قادر انه يعني يوصل نهائي افريقيا ويستعيد الامور مره اخرى ان شاء الله خلال الفتره الجايه. طيب تتفقوا معايا ان مباراه الترسانه ممكن تشهد بقى عوده ناصر ماهر واحمد حمدي واحمد الشيخ، حتى لو كان في حاجه في يناير، بس انت لسه قدامنا 3 4 شهور، ممكن مباراه الترسانه تبقى انت غياب الدوليين، غياب المصابين، غياب اللعيبه كمان بتاعه المنتخب الاولمبي. تتفقوا معايا في كده ولا وشايفين وجهه نظر مختلفه؟ طبعا لازم بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش تشارك في مباراه الترسانه، ولكن برضو لازم يدعموا ببعض العناصر اللي كاس من غير الدوليين. صح؟ كاس من غير الدوليين وكده كده هيبقى في ناس بتشارك. يعني في ناس يعني احمد فتحي هيبقى مصاب، محمد هاني ياخد فرصه، هاني في المنتخب، محمد هاني في المنتخب، مروان محسن في المنتخب، ومحمد هاني يعني ايا كان، ومحمد الشناوي الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد هاني في علي معلول وصلاح موجود معاه وصلاح محسن علي معلول طبعا، وليد ازار، وكل دول غيابات. موضوع مثلا ناصر ماهر يعني كفايه، الراجل اتعاقب بما فيه الكفايه، ايمن اشرف كمان في المنتخب يعني اتعاقب بما فيه الكفايه، المفروض ان شاء الله يبقى ليه عوده. لازم اللعيبه اللي هي ما بتشاركش الشيخ كمان كان تاخد يعني لازم يفهم. انا بقول له المره الثانيه يعني لازم تفهم، انت اللي عندك المفتاح، مش اي حد تاني طبعا. لازم تفهم في كل الظروف اللي احنا بنعيشها ديت وبالامكانيات اللي انت فيها، لازم يبقى ليك تواجد، لازم تكون ليك بصمه طبعا. ما عنديش حجج وما عنديش مبررات لو انت عايز تضيع مستقبلك او تبقى واصل لحته يا احمد. انا بقول لك كده لان انا متاكد للمره الثانيه، انا عارف القدرات اللي عندك وعارف امكانياتك، وانا بعزك جدا والله العظيم. فيعني ارجوك يعني عشان نفسك، مش عشان حد تاني، عشان نفسك. نفس الكلام ده كان سيد لناصر ماهر يعني يعني ناصر احنا شفناه وتعودنا عليه وعنده امكانيات يعني مميزه، ما ينفعش يعني احنا بقى لنا يمكن 3 4 مباريات ناصر ماهر بره خالص التشكيل. فزي ما انت قلت كده الرساله لاحمد الشيخ نفس الرساله بنقولها من خلالك ل ناصر ماهر. طيب احلى ما في اللقاء النهارده، واحلى ما في امبارح والنهارده، واحلى ما في ال 48 ساعه، واحلى ما في الكوره عامه، الصورتين اللي هعرضهم دلوقتي. الصوره اللي كانت امبارح في الدقيقه 74 ما بين الهلال والزمالك في السعوديه على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمهور الزمالك قام بيها ورد على طول جمهور الاهلي النهارده في الدقيقه 20، دول بيتذكروا يعني شهداء النادي الاهلي في حادثه بورسعيد يوم الاسود في الكره العالميه، ودول بيتذكروا يعني شهداء الزمالك في الدفاع الجوي. احلى ما في اللقاء، واحلى ما في اللقاءين، واحلى ما في الكوره، واحلى ما في الدنيا كلها الكرويه، ال 48 ساعه اللي فاتت دول، الصورتين دول. الصوره الاولى اللي فيها جماهير الاهلي في الدقيقه 20 يعني بتحيي ذكرى ال 20 شهيد لنادي الزمالك في الدفاع الجوي، والصوره اللي بعدها على طول او اللي تحتها على طول اللي هي ديت خلوهم مع بعض جماهير نادي الزمالك في الدقيقه 74. يعني احلى ما في الموضوع، احلى من التصريحات واحلى من كلام المسؤولين اللي هو ممكن يروح لتصرفات مش مسؤوله خالص، يعني اقرب لتصرفات الناس الصغيره، لكن دول يعني رغم تواجدهم في المدرجات فهم بيتصرفوا تصرفات الكبار. ده احلى حاجه من وجهه نظري، واللقطه المضيئه الاكبر في ال 48 ساعه اللي فاتت. شكرا جزيلا كابتن ماهر. شكرا كابتن سيد. شكرا كابتن. شكرا كابتن اسامه. شكرا وهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله التعويض في المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا كابتن سيد.
يعني زي ما قال الكباتن هي مباراه مش بطوله انتهت خلاص بحلوها ومرها اقفل الصفحه يعني مش هنعيش في فيلم درامي على طول انتهى الموضوع عندنا مباراه في الكاس يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الرحمن على خير انا هكون معاكم يوم الثلاث باذن الله في حلقه جديده استعدادا لكاس مصر وان شاء الرحمن نتقابل يوم الثلاث باذن الله والاربعاء بالتاكيد في مباراه الاهلي وترسانه في كاس مصر